هاي محمد جاسم المعضادي، خريجة أدب إنجليزي ولغويات جامعة قطر. حبيت الأزياء من قديم الزمان، وجتني الفكرة وحبيت أن أنا أدعمها بمشروع، ما شاء الله. وإن شاء الله نكون نوصل للعالمية قريبا بإذن الله. مدام هيا، نتحدث أكثر بالتفاصيل، من وين إجتك الفكرة وكيف بلشتي بآلية العمل؟ فكرة الأزياء معي من وأنا طفلة صغيرة. كانت الله يرحمها غفر لها جدتي تحب الخياطة، وبالتالي الله يرحمها الوالدة كانت تحب الخياطة. أول لعبة لي كانت أتذكرها كانت ماكينة الخياطة اللي هي ملت الأطفال، كنت أحب أشتغل عليها. وبديت من بعدها أصمم القطع الخاصة فيني أنا. أول فستان صممت لي كان عمري 9 سنوات، إلى الآن أتذكره، كان لونه بودر بلو، كان فستان مثل فساتين سندريلا. ما شاء الله. ومن بعدها حبيت أن أنا في كل المناسبات الخاصة أو المناسبات اللي ندعي فيها أو السنوية مثل الأعياد أو غيره، أنه يكون من تصميمي أنا الخاص، حتى بالنسبة للعبايات، بالنسبة للفساتين. كان تصميم فستان فرح بنتي أيضا من تصميمي أنا، فستان ليلة الحنة. فهذا الموضوع كان بالنسبة لي أنا موضوع شخصي، هواية. نعم، هو كان قريب ومنذ نعومة الأظافر. أنت عم تحكي لي 9 سنوات ما شاء الله أنت بلشتي في التصميم. أيوة ما شاء الله. فكانت بالنسبة لي الصراحة هواية جميلة، وكنت حطتها لي خطة من خطط التقاعد. بعد ما أتقاعد أن أنا يكون عندي بوتيك، ولكن قلت جتني فرصة أن أنا أشتري البوتيك وأسسه، ليش أنتظر لين بكرة؟ ليش ما يكون اليوم؟ فعلا اقتنصت هذه الفكرة وأخذت هذا البوتيك وأسسته. اللي ساعدني في تأسيسه طبعا كان الدعم الأول لي زوجي، ربنا يحفظ الموجود. الله أيضا يرضى عليك كمان إن شاء الشكر. الله. الله يجزاك خير. أولادي جميعا موجودين معي، كل شخص من أولادي ماسك جزء معين في المشروع، إن كان الجزء هذا إداري أو علاقات عامة أو حسابات أو حتى في التصاميم. التصاميم لا تقتصر علي أنا فقط، الكوليكشن الرجالي هو الشيء الوحيد اللي مقتصر علي، باقي الأزياء شاركني فيها أيضا البنات، عندي بنات الله يحفظهم يصممون. السنة هذه راح يكون في عندنا لاين رجالي أيضا من تصاميم الشباب. فمثل ما تقول صارت سنوبول من طفولتي على شبابي على مع الأولاد ومع الأولاد. نعم ما شاء الله. أيضا كمان يعني أنا بحكي دائما القطاع الناجح أو البزنس الفاميلي هو الأقرب للقلب وهو الأبرز والأنجح فعليا. وأنتوا عم ما شاء الله أنت عم تحكي لي الأولاد، كنت بالسابق ببدايتك ومن ثم زوجك وأيضا بعدين الأولاد، هو بزنس فاميلي. الحمد لله رب الحمد العالمين لله. يعني هو فعلا مشروع عائلي. نعم. أكثر ما هو مشروع فردي. نعم. استثمار لوقتهم، استثمار لمجهودهم. نعم. وأيضا كنوع من أنواع المشاركة. بوتيك حياز تم تأسيسه سنة 2022. البوتيك عندنا هو أساسه الأزياء النسائية، وهناك خط أيضا أزياء رجالية، ونحن نفخر أن إحنا البوتيك الوحيد على مستوى الخليج متخصص في الأزياء الرجالية الصيفية والشتوية. يعني أنتم متخصصين بالنسائي وأيضا كمان بالرجال. بالرجالي نعم. نعم. الأقسام الموجودة في البوتيك نبتدي فيها من قمصان النوم. نعم. البيجامات، احنا أول بوتيك يفصل بيجامات. خصوصا ان بعض المقاسات يصعب العثور على ملابس مريحة وجميلة في نفس الوقت. نعم. فاحنا هذا اللي حبينا ان احنا نوفره عندنا في البوتيك، ان تكون عندنا بضاعة تتميز بالبرودكت مالها، المنتجات مالتها مريحة. نعم.
وطويلة العمر، وفي نفس الوقت تكون مصممة بشكل جميل. حلو. الأشياء الثانية أيضا عندنا الملابس اليومية، عندنا الهود كوتور والسواري والحفلات، عندنا التفاصيل الخاصة، عندنا تفاصيل لأصحاب الإعاقات في بعض الاحتياجات الخاصة لهم في ملابسهم، أيضا نوفرها لهم طلبات خاصة. بالنسبة للرجالي كذلك عندنا الملابس اللي هي الشتوية، الجاكيتات، البالطو، السديري، الصيفي اللي هو الشورت والتي شيرت والبنطلونات، ملابس السفر الصيفية. نحب ان احنا نتعامل بالقطع الطبيعية الناتشورال اللي هي القطن، اللينن، الكتان، حتى في الشتوي وبر الجمل، الفروات المتنوعة مثل النمر أو غيره. في طلبات تكون طبعا خاصة نحاول نحن بقدر الإمكان نحن نوفرها حسب طلب الزبون. يعني احنا عندنا تو كاتيجوريز، عندنا ريدي تو وير، في أشياء جاهزة، وفي عندنا أشياء سبيشال كاستم. بس الميزة ان كل قطعة عندنا خصوصا القطع القالية نوعا ما تنلبس من الاتجاهين، بمعنى لو انت دفعت 10 معنات انت دفعت 5 لهذا الوجه و5 لهذا الوجه، لان في كل مرة راح تلبس فيها الجاكيت من واحد من الميلتين راح يكون شكله مختلف بتصميم مختلف. الخامات عندنا متنوعة حسب أنواع الخامات. في خامات طبعاً ما يمنع أن احنا نشتري خامات متواجدة هنا في الدولة، خصوصاً الخامات الأولية وكثيرة الاستخدام مثل البطانات أو التولز مثل البيدينجز اللي هو الشك والخيوط التطريز. ما يمنع أن احنا أيضاً نستورد من الخارج. يعني أنا دائماً في سفراتي في رحلاتي أحاول أن أنا أجيب معي بعض المواد اللي ممكن أن أنا أحتاجها، سواء كانت حرير أو قطن أو لينن أو إلى آخره. ممكن بتجيبه من دول معينة؟ لا، ما أحصر نفسي في دولة معينة. نعم. ولكن عم تختاري أبرز أغرب القطع وأغرب. أي أنا أحب القطع تكون غريبة، يعني القطعة هي اللي تناديني. نعم. نفس الشيء بالنسبة للتصاميم، التصاميم دائما أستوحيها من الطبيعة. يعني أنا لما كنت في إيطاليا كنت شوبينج مالي كان عبارة عن مكتبات، كنت أدور في المكتبات القديمة اللي هي الكتالوجات القديمة. أنا أحب الحقبة الخمسينية والستينية في الأزياء. يعني أبرز القطع خلينا نحكي كلاسيك. أحب الكلاسيك ما ينزهق منه، ما تمل منه، ما تشبع منه. بالعكس كل ما لبسته تزيد عليه بس مجرد قطعة اكسسوار أو تزيد عليه خلنا نقول أي قطعة جانبية أو حتى تسريحة الشعر، شيء مميز تضيف جمالية، بتغير من الموديل كامل. نعم. ولكن الصرعات والموضات وهذه أشياء ممكن ألبسها مرة بس ما أقدر ألبسها مرة ثانية. فأنا أحس إنه لما الشخص يدفع عندي فلوس أبي يلبس القطعة اللي يشتريها مني مو بأقل من 10 سنوات. إحنا عندنا انطلاقتنا كانت من اللاين الرجالي الصراحة قبل النسائي في البوتيك. قبل النسائي. نعم. وهذه كان صدمة حتى لي أنا، أنا ما كنت متخيلة هذا التوجه أو هذا النقل النوعي. نعم نعم. صراحة جت الفكرة مفاجئة. الفكرة جت انطلاقة من هدية لعيد ميلاد زوجي. ما شاء الله. فكنت عملت له 3 قطع عبارة عن بالطو وجاكيت وسديري. وصورت القطعة هذه ونزلت البوست في السناب عندي، تفاجأت بكمية الناس اللي سألوا عن البرودكت. فيدباك قوي طبعا كانت. نعم. ردة فعل غريبة استغربتها الصراحة، قلت معقولة يعني موجود في السوق؟ قالوا لا مش موجود. ما شفت. ايه قالوا لا التصميم مختلف وغريب. فأحد الأيام لقيت بنتي داخلة علي، ماما ماما أمير الوقت اشترى من عندنا. قلت مين أمير الوقت؟ قالت لي أمير الوقت. أنا دائما أقول لك عن أمير الوقت، فهو أمير الوقت اشترى من عندنا كولكشن، وما شاء الله عليه هو بطبعه يحب يشارك كل تفاصيل حياته
المتابعين. نعم. ايضا هو لما اعلن بعد عمل لنا بروباغندا إعلامية ضخمة كثيرة، الله يجزاه خير، جزاه الله كل خير طبعا، نوجه له شكر ايضا كمان. جدا جدا يعني انسان فاضل الصراحة، ومن افضل زباين اللي معانا، وما شاء الله عليه كل مرة يلبس فيها القطعة، كل مرة ايضا يرجع يعلن عن البوتيك، وما شاء الله هو دائما بيختار شيء مميز فعليا فعلا، ولازم يكون اسمه عليه. نعم صحيح. ثاني شخص الصراحة من اهم الزباين اللي عندنا ونفتخر فيه، ابو عبد الله نو سيجنال محمد الدوسري، بعد جزاه الله خير جاء عندنا البوتيك، رحم الله والديه، وشرى من عندنا ايضا مجموعة كبيرة من الجاكيتات، واصبح ايضا اعلن عن المنتج، فايضا كانت الاصداء قوية. قد تكون عندنا البضاعة اسعارها قليلا بالنسبة للبعض تكون غالية، ولكن انا اقول لك مثل ما سبق وقلت، المنتج لما تاخذه انا اعطيك عليه جارنتي مدى الحياه من ثقتي في المنتج مالي، وانا اقول لك ما في اي شخص ثاني راح يلبس نفس قطعتك، وانا اكد لك ان القطعه الوحده عباره عن قطعتين، خصوصا انا اقول لك القطعه الغاليه تلبس على الميلتين وتلبسها وانت كلك ثقه ان هذا الشيء صمم لك انت فقط. مدام هي الثقه هاي اجت من وين؟ من كلام وردود أفعال الكاستمرز الزباين، وبعدين أنا عندي ثقة في نفسي وفي تصاميمي من نعومة أظافري، يعني أنا من وأنا صغيرة أنا اللي أصمم ملابسي معظمها، ملابس بناتي، ملابس الأولاد، خصوصا في الأيام الشعبية أو المناسبات التقليدية في رمضان وغيره. لما أدخل في مكان أنا لابسة أي قطعة أنا مصممتها، معظم الموجودين يسألوني هي من وين؟ من وين شريتها؟ هي بكم شريتها؟ هذا قبل ما أفتح البوتيك. فستان زفاف بنتي أنا اللي صممته. ما شاء الله. فستان الحنة لبنتي أنا اللي صممته، فساتين أنا وبناتي صممتهم. فأحب هذا الشيء كنوع من أنواع الفن. لمستك دائما موجوده سواء بقطع اولادك او بالبوتيك او ما الى ذلك. بعدين حبيت ان انا يعني اخليه مثل ما يقولون شيء رسمي، حلو، بدل ما يكون شيء خاص. نعم. اشارك فيه الناس، شارك فيه بوتيك، ودائما يقول لك شيرينج از كيرينج، المشاركه عباره عن ايش؟ عن اهتمام، وانا نعم. صراحه احب دائما اشارك اي شيء جميل احبه، احب ان انا اشاركه مع الاخرين. طبعا انا كنت احاول ان احنا ما نتطرق لهذا الجانب، كون ان هذا الجانب شويه فيه نوع من الحساسيه، ولكن هناك نقاط احنا نحاول دائما ان احنا ننقد للبناء ولا ننتقد لمجرد الانتقاد. احنا مع النقد البناء طبعا، احنا نحاول ان احنا نسد الثغرات اللي قد تكون تخفى على بعض الجهات والمؤسسات في الدوله. كثرت التراخيص اللي تتطلب القيام بأي عمل تجاري، أنا صراحة بعيدة طول عمري عن التجارة وعن الأمور هذه. نعم. عمري في حياتي حتى ما جددت بطاقتي الشخصية أو جوازي. لما خذت التجارة حسيت معاناة التاجر فعلا، لما يبتدي ينوي أنه يقوم بأي تجارة أو مشروع، كمية الأوراق اللي تنطلب منه، كمية التراخيص اللي تطلع كثيرة. يعني هو أكيد عملية تنظيمية، ولكن أتوقع وأشعر أن ممكن أن إحنا نقوم بالتقليل منها بطرق أسهل. كلها عواقب يعني، هي مش عواقب، لا نعم. منتهى السهولة. نعم. بتدخل وزارة التجارة. نعم. أنا أقول لك تدخل وزارة التجارة. نعم. أقل من 10 دقائق تخلص المعاملة. تطلع من وزارة التجارة تدخل وزارة العدل أقل من 10 دقائق، بعدها بتطلع بتروح وزارة التعدد. هي نعم، هي تعدد أو كثرة. كثرة. نعم. خلينا نحكي. نعم. أيوة. يعني الـ إدارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة العمل، وزارة يعني فيها الجهات كثيرة متعددة. نعم. علشان إن إحنا نقدر نطلع
في النهاية هذه ترخيص لقيام مشروع. نعم. هاي الخطوات ممكن أنها تتقلل. نعم. يعني تقتصر على جهة واحدة أو على شخص واحد هو اللي يقوم بإرسال هذه المعاملات للجهات هذه وثم يتلقاها، وأنا كشخص أستلم من شخص واحد بلا ما أستلم من جهات متعددة. احنا نتمنى من الجهات المسؤولة والجهات المعنية أيضا تقليل من عدد المعاملات أو نحكي توزيعها بشكل أقل لسهولة وراحة التراخيص. هي من ناحية سهلة سهلة. نعم. يعني أنا أشهد أن هي جدا سهلة ومعظمها أونلاين. نعم. المعظم هي أونلاين. خير الله وزارة العدل فقط المتواقع على أساس أنه شهادة موظف الوزارة. نعم. ولكن غير ذلك المعاملات فيها سهولة، لكن تعددها. تعدد. نعم. أيوة. وأيضا الرسوم. الرسوم. يجب إعادة دراسة الرسوم. نعم. وزارة الثقافة أخذت أول خطوة في ذلك. في دراسة الرسوم. نعم. نعم. وقللتها من 20 و25 ألف صارت على 5000 وعلى 2000. نعم. فأيضا وزارة التجارة وزارة العمل والوزارات الأخرى يجب أن تحذو حذوهم. نعم. جهود مشكورة والله بالتقليل. جدا. نعم. جدا مشكورة. صراحة. نعم. إن شاء الله بإذن الله إحنا رؤيتنا أن تصبح قطر عاصمة الأزياء. قطر عاصمة, عاصمة الأزياء. الأزياء ما شاء الله، ما أجملها من أمنية. هاي رؤيتنا، ما أجملها من رؤية. قطر دائما تتطلع للمستقبل. نعم. لأن إحنا الحمد لله رب العالمين مستمتعين بالحاضر ما شاء الله. عندنا الشيء الثاني بإذن الله، بإذن الله الخطوة القادمة مصنع بإذن الرحمن يا رب. نغطي فيها الاحتياجات المحلية وما يكون في مانع ان احنا نصدر الخارج. انكم تصدروا ان شاء الله باذن الله. رؤيتكم بالتصدير، رؤيتكم ان شاء الله نشوفكم بارزين بالبوتيك واسم وعلامه تجاريه تنتشر بين الدول ان شاء الله باذن الرحمن. مدام هيا بالنهايه انا ما بدي احكي نهايه، لكن ان شاء الله لنا لقاءات اخرى. بدي اتشكرك على هذا الحوار اللطيف، وايضا كمان بدي اتشكرك لاستضافتي واستضافه طاقم برنامج رواد النجاح. شكرا لك اولا واخرا، ويعطيك ألف عافية. تشرفنا في حضوركم، تشرفنا بوجودكم. بالعكس احنا دعمكم الإعلامي لنا هذا شيء تشكرون عليه، سواء للبوتيك أو للجهات الأخرى اللي صورتوا معاها. شكرا لكم، نتمنى لكم التوفيق والنجاح بإذن الله.